شكرا ومرحبا بكم، وهذا يوم سعيد أننا ندوزو في المنبر ديالكم باش نتكلموا على فريق ليغا برازيل لكرة القدم النسوية. بالفعل منذ أنني لقيت الرئاسة ولا التشريف ديال التكليف ديالي ديال هذه المهمة على رأس فريق النسوي ديال كرة القدم ديال ليغا البيضاوي، هو أولا هذا شرف كبير لأن تنعرفوا نادي الوداد بالمرجع ديالو، بالتاريخ ديالو، بالوجود ديالو في الساحة الوطنية الإفريقية، وكذلك على المنتوج الكروي المشرف اللي تيعطي في كرة القدم ديال الرجال. اليوم جينا نهار اللي بدينا العمل ديالنا والإشراف على هذا الفريق، كنا حطينا واحد استراتيجية ديال العمل اللي غادي نشتغل عليها هذه السنة هذه، اللي هي استراتيجية واضحة، لأن ملي تنجيو تنقولوا الوداد راه تنقولوا فريق اللي تيلعب غير على المراكز الأولى، تيلعب على التتويج. بالنسبة ليا ما يمكنش يكون غير الثلاث مراكز الأولى، واخا هو فريق حديث من حيث النشأة ديال الكرة القدم النسوية، ولكن هو عنده واحد طموح كاملين، لا إدارة لا لاعبات لا مكتب مسير لا مكتب مديري ديال فريق الوداد الرياضي، لا كذلك الطاقم التقني اللي تيشرف على الفريق، على أننا نكون ما بين الفريقين ولا الفرق الأولى اللي غادي نحاولوا أننا نقولوا الكلمة ديالنا في السنة الأولى ديالنا إن شاء الله في البطولة الاحترافية لكرة القدم النسوية الدرجة الأولى. أكيد كلام بالفعل النتائج اللي وصلت لها وصلنا فرق الجيش الملكي هي نتائج واضحة، وتنعرفوا إلا بغينا اليوم نوصلوا للمستوى ديالو ولا إن شاء الله نكونوا مع أحسن، وهذا الشيء هو اللي خططنا ليه حنا في أول السنة، ولا خططنا ليه في هذيك الاستراتيجية ديالنا ديال المدى القريب ولا المدى البعيد لكرة القدم النسوية بفرق الوداد الرياضي، هي على أننا نشتغلوا على القاعدة. يعني تنقولوا نشتغلوا على القاعدة، يعني تيخصنا نوجدوا الناشئات ولا اللاعبات، تيخصنا نشتغلوا على 12 سنة 15 سنة 17 سنة، وكذلك الفريق اللي قل من 21 سنة. الحمد لله اليوم القاعدة كاينة، اللاعبات كاينين، ولكن تيخصنا نطورهم باش يمكننا نطورهم، تيخصنا يكون عندنا أفق في المستوى، يكون عندنا واحد المبادئ اللي تنشتغلوا بها، لا من الناحية التقنية لا من الناحية ديال اللوجستيكية ولا كذلك من الناحية ديال التعامل ديالنا مع هاد الشابات ولا مع اللاعبات. اليوم الحمد لله تنتواجدوا بمنطقة كوسكورة اللي هي واحد من المراكز اللي تيدرب فيها الفريق النسوي، هي بمعايير اللي هو ارينا الملعب ديال ولا الكومبلكس ديال ارينا بيلبرت اللي هو من المعايير الكبيره ولا المعايير الدوليه. كاينين ملاعب ديال كره القدم المصغره، كاين ملعب بتقنيات ولا بعشب اصطناعي من الدرجه الاولى، واللي هو يمكن ليه اي فريق يتمنى انه يشتغل فيه ولا يشتغل في هذه الظروف، قرب ديالو الغابه ديال المدينه الخضراء، لوكسيجيناسيون، المسائل الأخرى كلها متوفرة على أننا نكون عندنا والهدف نطور من مستوى اللعيبة، لأن كيف تتعرف قبل كرة القدم النسوية ما كانش عندها واحد الأهمية. من بعد النتائج الإيجابية ولا هاد الصحوة اللي كاينة في كرة القدم النسائية من طرف الفريق الوطني، ولا كذلك الأهمية اللي أعطاها صاحب الجلالة نصره الله في الخطاب الملكي ديالو، ولا الاستراتيجية اللي نزلتها الجامعة الملكية لتطوير كرة القدم، وهي مشكورة على العمل الجبار اللي تدير لهذا الفئة ديال كرة القدم النسوية، وكذلك غادي نقولها نشكروا المجهودات اللي تدير رئيسة العصبة الاحترافية لكرة القدم النسوية باش أنها تشتغل وأنها تطور منتوج الكرة. دونك باش نوصلوا لهذيك النتائج ونكونوا في القمة تيخصنا نشتغلوا على لا فورماسيون، ولا فورماسيون ماشي غير ديال اللاعبات ولكن كذلك حتى الأطر. اليوم راه قليل الأطر اللي تتواجد في كرة القدم النسوية، وخصنا نعطيو أهمية لهذه المسألة، حتى هي لأنها إذا مشات زاد في التطور ديالها
ديالها وفي التقنيات ديالها، وكانوا عندها وكانوا عندنا موجودين في الساحه، غادي يمكن لنا نطوروا المنتوج الكره. كنتم مدير الحمد لله حنا دائما في التشاور مع المكتب المديري، وكنشكروا الناس اللي ما تشتغل في المكتب المديري ديال الوداد، لانهم دائما فاتحين معنا في الحوار، وكنشكروا كذلك جميع المكونات ديال الفريق لانها تثق فينا وتتجعل منا اننا غادي نقولوا ان شاء الله، ولا الفريق نفسه غادي يقول الكلمه ديالو. اليوم حنا تنشتغلوا بطريقه احترافيه، عندنا واحد استراتيجيه، هذيك الاستراتيجيه اللي قلت لك في السوق اللي قلت لك انها هي استراتيجيه احترافيه مستنسخه من الدول المتقدمه في كره القدم النسويه، باش يمكن لنا نوصل لهذاك المستوى. ماشي غنقول لك بعيد، ولكن خصنا مجهود، حنا تنحاولوا اننا نديروا المجهودات ديالنا. تقول لي ايوا اذا هادشي كامل خصنا كله نكونوا فرحانين، ولكن راه كاين عراقيل، هاد العراقيل حنا تنتخطاو، لان السنه الاولى تنجربوا، تيمكننا نغلطوا، تيخصنا نصلحوا، نعرفوا الاخطاء ديالنا، نعرفوا الايجابيات ونعرفوا السلبيات ونشتغلوا على السلبيات باش اننا يمكن لنا. راه ما يمكنش نجي ونبداو النهار الاول، بالفعل حنا الوداد تيخصنا دائما نكونوا في القمه، يعني الفريق الاول راه تيقلب على اننا نوجدوا له جميع الظروف باش يكون في القمه ديالو. قلنا بعض العراقيل كانوا اخطاء صححناهم، كانوا عندنا شي هما انتقادات بالفعل، وانتقادات بناءه هي اللي تتخلينا اننا نصحوها في المشوار ديالنا ونزيدوا بهذا الفريق الان ان شاء الله. احنا الجمهور ديالنا عندنا الثقه فيه كامله، ولولاه ما غاديش تكون عندنا هذيك الحماس ولا على اننا تكون شي حاجه اللي تتخلينا اننا نشتغلوا ونعطيو الجهد ديالنا. انا واحد منهم، لأن قبل ما نكون رئيس كنت مشجع، وانا دائما تنقولها منذ الطفوله والصغر ديالي انا تنتبع فريق البدراوي، والحب ديالي للبلاد هو اللي تيخليني نشتغل فيه. كان عندنا اكراهات مليتك مثلا ديال الملعب اللي تنستقبلو فيه ما تيمكنليش ياخذ طاقه استيعابيه لانه خصو اصلاح. وتنشكرو رئيس الجامعه ديال الاسبان لانه فتح لنا الباب اننا نستقبلو في الملعب هذا، لاننا كانت واحد الكاي تشارج كان خصنا نتبعو ديال العصبه، وحنا احترمنا القرارات ديالو ما تبعنا، ما كانش يمكن لنا ندخلو في الملعب ديال المجموعه. اليوم الحمد لله عندنا الملعب ديالنا ديال ارينا اللي غادي نبداو نستقبلو فيه المقابلات ديال الاياب، وهاد الفترة ديال الاستراحة خلتنا على أننا نشتغل على الملعب باش يكون إن شاء الله غادي يكون من أحسن الملاعب اللي غادي تلعب فيها كرة القدم النسوية. أنت في كيف تنقول لك الوداد دائما تتكون في القمة وتتمشي تكون في أحسن ما يكون، ولهذا ارتئينا على أننا نوجدوا الفريق النسوي ديالنا لوجيستيك حتى هو أحسن ما يكون باش يمكن لهم يعطونا هذاك المنتوج الكروي. كاين الحمد لله كاين الفريق، كاين اليوم اللوجيستيك، ايوا تيخصنا نديرو اليد في اليد ونشتغلو ونزيدو الامل ان شاء الله. تنطلبو الجمهور راه تيتابعنا عبر مواقع التواصل، وراه تيشوفو التجاوب ديالهم، وتيشوفو على اننا تنحاولو نبتو لهم كل صغيره وكبيره على الفريق، لا من التدريب لا من التنقل ديالهم لا الرحلات ديالهم خارج مدينه الدار البيضاء، ولا كذلك السيرات الذاتيه ديال اللاعبات، ولا الاجتماعات اللي تتكون، ولا كل صغيره وكبيره اللي تتكون في الفريق النسوي. ان شاء الله منين غادي نجيو لهنايا ونبداو في ملعب الارينا غادي نستقبلوا الجمهور ديالنا، وحنا شغوفين على اننا يجي يتابع، وتكون هذيك الحماس المدرجات اللي تعطي شي شحنه اكثر، وتعرفوا هاد اللعيبات انهم راهم كاين تشجيع من طرف الجمهور ديال الوداد اللي يخليهم انهم يزيدوا يثقوا في راسهم ويزيدوا ان شاء الله الامل. غادي نقول لك اليوم المستشهدين صعيبين في كرة القدم النسوية في المغرب. علاش؟ بحكم اننا باقي ما عندناش بالتلفاز. المستشار تيعطيك واحد القيمه، وتيخصو واحد لو غوتو على داك الانفستيسمون اللي غادي يدير ديال سبونسورين. اليوم ما تنهضروش على سبونسورين في كره القدم النسويه، تنهضروا على ميسينا، تنهضروا على ار اس او ريسبونسابيلتي سوسيتال ديال لي زونتربريز، ولا شي حاجه اللي يمكن لها انها تعاون الفرق. بالفعل اليوم راه الحمد لله ولاو عبر الموقع ديال فيفا بلس تيتنقلوا المقابلات ديال، وانا نقدر نقول لك جوج المقابلات اللي دخلنا فيها كانت منقوله. هذا تيخلينا اننا نشوفوا شويه لا نوتوريتي ديال لو كلوب، واننا نشتغلوا عليها باش يمكن لنا ان شاء الله من هنايا السنه المقبله نحاولوا اننا نجلبوا مستشهرين لانه اللي يدعمونا باش تزيد كره، ماشي غير الوداد، باش تزيد كره القدم النسويه في المغرب كامل على انها تتطور. وهذا الشيء ناقشناه في اجتماعات مع رئيسه العصبه، وهي حتى هي واعيه بهذا النقطة هذه، وإن شاء الله مجموعين لا أنا لا الرؤساء الفرق الأخرى.
الاخرين، لا الرئيسه ولا المكتب ديال العصبات الاحترافيه ديال كره القدم النسبيه. ان شاء الله غادي نشتغلوا مجموعه على اننا نحاولوا نلقاو شي صيغه اللي ترضي جميع الفرق، وانها تدفعها على ان المستشهرين يجيو يثقوا في كره القدم النسبيه ويبداو يهتموا بها. حتى حاجه ما هي مستحيله، كيف قلت لك اسبق لي قلت لك اننا نتلعب على المرتبه الاولى، وهذا فكر اللي حنا حاولنا اننا ندوزوا هذا الميساج للاعبات ولا الطاقم التقني، على اننا هذه راه الوداد، الوداد ما كاينش شي حاجه اخرى من غير المركز الاول. واليوم الا تلاحظها لو تلاحظوها المتتبعين، راه الفريق ملي تيقوم بشي نتيجه اللي هي غير التعادل تيخرجوا اللاعبات اول وحدين تيبكي ولا ما تيعجبهمش الحال ولا تيتقلق، وهذا الشيء هذا الروح ديالهم هي اللي تتخليني انني نزيد نشتغل انا اكثر، على انني نوجد لهم جميع الظروف انهم يتجاوزوها. ان شاء الله تنتمنوا اننا غادي نلعبوا اضعف الايمان على المركز الثاني، ولما لا التتويج بالبطوله، وإذا كان التتويج هذا الموسم ولا ان شاء الله ما تحش لينا غادي نشتغلوا عليها الموسم المقبل. لكن باقي عندنا فرصه اخرى ديال التتويج اللي هو كاس الغاليه، لا سيما هي كاس العرش، ان شاء الله حتى هي من المحطات اللي كاينه في الاستراتيجيه ديالنا على اننا ان شاء الله هذه السنه نفوزوا بها بالفعل. لان انا كيف قلت لك دابا اللاعبات ما تيأمنوا الا بالنتيجه اللي يفوز، وهاد الادرينالين اللي عندهم ولا هاد الروح اللي عندهم هي الروح ديال الفريق. هما تيلعبوا كلهم كفريق كمجموعه، تيلعبوا باش كيدخلوا للمقابله، اي مقابله تيدخلوا لها والا باش يفوزوا بها. المقابله ديال الديربي تتعرف الطقوس ديالها كيف كتكون، وبالاخص على اننا فزنا عليهم في المقابله ديال الذهاب بحصه عريضه وفي العقر الدار ديالهم، كان غادي خصهم يديروا واحد لا رياكسيون عامل مع فريق الوداد، لانهم يعني هما مالوغوزمون لهم متدينين الترتيب العام ديال البطوله، وحنا تلعبوا على المراكز الاولى وحنا المرتبه الثانيه، هادشي اللي خلى عندهم شويه شفنا. ولكن ما غاديش ندخل في الحيتيات ديال المقابله، كانوا شي حوايج ما كانش خصنا نشوفوهم اكثر من تنصو، تنبداو نهضروا على ذاك الفكر الاحترافي في كره القدم النسبيه، باقي ما وصلناش ليه عند بعض الفروق. هي اللي خلات ان المقابله ما تسيرش واحد المستوى عالي اللي كنا تسناو فيه بحال اللي كانت في المقابله ديال الذهب، ولكن الحمد لله دازت المقابله. على المهم انت تخرج عندنا مقابله ما تيكونش فيها الاعطاب، وتيكونوا اللاعبات بصحه جيده، وتيديو هذوك المهام اللي هي داخل رقعه الملعب ديال كل وحده، وتطبقوا الخطه ديال المدرب اللي تيدخلوا في الاستراتيجيه، حنا غاديين على النتائج ديالنا. بالفعل عندنا في مرحله العوده تنقلات صعيبه شويه، كيف تتعرف كاينين واحد ثلاثه ديال الفرق اللي تيلعبوا في الدوري الاحترافي هما بمنطقه الجنوب، وباش تمشي لمنطقه الجنوب تيخصك تنقل غادي نقولها عبر الطائره، لان صعيب باش انك دير اللعيبات تخلي الطراوات ديالهم. ان شاء الله غادي نوجدوا لهم جميع الظروف على انهم يتنقلوا ويكونوا في حله جيده ان شاء الله، مرتاحين باش يمكن لهم يعطيونا احسن ما عندهم داخل غرفه الملعب. وداك الشيء احنا شفناه مثلا تنقل ديالنا ديال طنجه، مشاو يوم قبل المقابله وكان الكونسنتراسيون ديال ليكيب في فندق مدينة طنجة، ومن بعد لعبوا وداك الشيء، وكان واحد الحماس والحمد لله كانت النتيجة مزيانة. غادي إن شاء الله نشتغلوا مع المكتب اللي معايا على أننا نوصلوا لهم أحسن الظروف باش يمكن لهم يأدوا مقابلات في المستوى العالي. هذه داخلة كرة القدم، شي نطاق ما تنعدوش حنايا، قرعة خرجتنا هادشي، هنا تيبانوا الفرق القوية الحمد لله. الوداد عندها الناس ديالها اللي غادي يوقفوا معاها على انها تخطى هاد المرحله اللي غادي نقول لها تكون شويه صعيبه بالنسبه لنا حنايا. بالفعل حنا تنشتغلوا عليهم، لان كيف قلت لك حنا جينا بواحد الفكر شويه، بغينا ندخلوا الاحتراف لكره القدم النسبيه، وهذا كان حتى في المناقشه ديالي مع اللاعبات دائما تنقولها لهم، لان المسؤوليه ديالنا ماشي هي غير الكره، ولكن كذلك التسويق ديال المنتوج الكروي المغربي بالنسبه لكره القدم. انا مثلا دابا نهضروا على الخارج، ما تنبقاوش نهضروا غير على الوداد، انا نهضروا على المغرب عامه. وتنتمنوا على اننا ان شاء الله رحنا في نقاشات مع بعض الفرق اللي بجاره الاسبانيه ولا الفرنسيه ولا كذلك الانجليزيه، على اننا يكون عندنا ان شاء الله شراكات معهم من هنا
السنة المقبلة اللي تخلينا أننا نطوروا هذا المنتوج الكروي ديالنا، واللي هو غادي يرجع لنا في كرة القدم النسوية بالبلاد ديالنا. شوف احنا إن شاء الله غادي نشتغلوا هذه السنة، غادي نكملوا الموسم، وغادي نجلسوا اللاعبات، وغادي نحاولوا إن شاء الله على أننا نلقاو صياغة على المدى البعيد اللي غادي يدخل هاد اللعيبات يدخلوا في الاستراتيجيه ديالنا على اننا نوصل لهذوك الاهداف ديالنا. ولكن كذلك ما غاديش ننساو على اننا غادي نهتموا بالشابات، لان التكوين ثم التكوين ثم التكوين. انا من واحد من الناس اللي تيامن بالتكوين، يعني انت تكون عندك قاعده مكونه تبدا هذاك الفكر من الصغر هو تيظهر. حنا عشناه، حنا كنا نهضر على راسينا، وتنشكر الناس الاخرى اللي نستعلم الطريق ديال الوداد البيضاوي في الصغر، اللي خلوني انني نوصل لهذا الفكر اللي عندي اليوم كرويا، لانهم كانوا الناس اللي تيشتغلوا تيتذكروا معنا وتيهضروا معنا وتيحاولوا انهم يدخلوا لنا الاحتراف الكروي قبل ما اننا نلعبوا الكره. وداك الشيء اللي بغينا نوصل ان شاء الله. احنا ما عندناش غير لا براتيك، ولكن عندنا تلا تيوري، عندنا بزاف الحوايج. احنا تنقول لك اليوم باش نوصل لهذا الاحتراف عندنا ليكيني ديالنا، ولا الناس اللي مكلفين بالسيرفيس ميديكال معاهم يوميا، يعني باش تيعرفوا شنو حتى بالنسبه لا نيوتريسيون ديالهم، ولا المواد الغذائيه، ولا الماكولات اللي خصها تكون، اللي خصها تكون، كيفاش خصها تكون. هذا الشيء هو اللي تيخلي، حيت الاحتراف خصو يدخل، تيخصنا كذلك نشتغلوا على الدراسه، وكذلك اننا نوفروا فرص الشغل للاعبات باش نخليهم على الاقل تكون عندهم واحد الدراية بالعمل، وأنهم يمكنهم يحسنوا الوضعية ديالهم حتى هما، لا المالية ولا الاجتماعية ولا كل ما يلوز بالنسبة إن شاء الله للبركة. وتنتمنى إن شاء الله تكون هذه السنة، إلى ما كانت في البطولة تكون في كأس العرش، اللي يكونوا بجوج إن شاء الله لمدى ازدواجية. ولكن إن شاء الله أنا تنقول لك إحنا في إطار تكون فريق قوي، فريق اللي ما تيلعبش غير سنة، فريق اللي غتكون عنده واحد الوساطور ديالو اللي غادي تبقى واحد على الاقل واحد سنتين ولا 3 سنوات ان شاء الله. غادي تسالي السنه كيف قلت لك، غادي نجلسوا ان شاء الله اللاعبات على اننا باش نكبروا المشروع ديالنا ونزيدوا فيه للامام ونوصلوا لهاد النتائج، ونلعبوا ان شاء الله على الشامبيونز ليغ افريكان، ولما لا حتى هي نتوجوا بها. هذا من بين الاهداف اللي مسطره عند فريق الوداد الرياضي كره القدم النسويه، حيت انا رئيس ولا جا رئيس اخر تنتمنى على انه يكمل على هذا المشوار اللي بديناه. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.